تمثل المنتجعات البحرية أبرز الوجهات السياحية المفضلة للشباب والعائلات من مختلف الجنسيات في السعودية بغرض الاستمتاع وقضاء أجمل الأوقات، والسبب يعود إلى الخدمات الترفيهية الفاخرة التي توفرها تلك المنتجعات مثل الرياضات البحرية والمطاعم والمقاهي. المزيد مع علي اللهبي. تجارب سياحية توفرها المنتجعات البحرية بشرق السعودية والتي يقصدها السياح من مختلف الجنسيات للاستمتاع بأجوائها والإقامة فيها. كما تعرف السياحة في المنتجعات البحرية هي موسمية، فلذلك الإقبال جميل جدا عليها، وبإذن الله نتأمل الأكثر الآن مع موسم كأس العالم ومع الإجازات القصيرة الكثيرة في خلال السنة. المنتجع وفر فيه خدمات كثيرة خاصة في الآونة الأخيرة، وطور من الأماكن الرئيسية اللي فيه بتوفير الخدمات تزيين الأماكن العامة، فكان هذا سبب رئيسي يعني وجودنا اليوم في هذا المكان. ممكن أحيانا نفتقد لبعض الأماكن اللي زي كذا عندنا في الرياض، فاللي جذبنا للأماكن هذه أو التواجد في الأماكن الرائعة والجميلة هذه هي لمة العائلة أو لمة الأسرة أو الأسر بوجه عام. تمنح المنتجعات البحرية خيارات ترفيهية للشباب والعائلات، منها الرياضات البحرية والمطاعم والمقاهي والعديد من وسائل الترفيه. المكان يجمع بين شباب وعوائل، وفي اللي مهتم في الألعاب البحرية، المهتم في الحدائق، مهتم بجلسات البحر والشوي والأشياء هذه كلها موجودة، يلا ربي لك الحمد. ما شاء الله التنوع في مسابح، في الشواطئ نظيفة، في ما شاء الله القوارب المائية، في الأشياء هذه تخلي الإنسان يدفع فلوس بس مجرد أنه ماذا راحت. ثاني مرة بيجي لهون والجو كثير حلو، حبيت كثير الأجواء الحلوة اللي عاملينها، اللعب للأولاد، المسابح، المطاعم، كل شيء هون حلو. يعد الساحل الشرقي في السعودية مستهدفا ناجحا للسياحة بفضل منتجاته المثلى، أبرزها سياحة المنتجعات إحدى العوامل المحفزة لجذب المزيد من الفرص الاستثمارية. من المنطقة الشرقية علي اللقبي، العربية.